لم تعرف الآداب الفرنسية شهرة ضافية أحاطت برواية فرنسية مثل الشهرة التي عرفتها رواية مدام بوفاري للكاتب الفرنسي المعروف غوستاف فلوبير. ما الذي جاءت به مدام بوفاري ولم تأتي به روايات فرنسية أخرى مثل أوجيني جراندا لبلزاك والأحمر والأسود لستاندال والبؤساء لفيكتور هيغو والبحث عن الزمن المفقود لمارسيل بروست؟ الليلة وفي مرايا الكتب نقف عند رواية مدام بوفاري لجلو ما فيها من أحداث ومعان وجماليات بصحبة الروائي الدكتور الأديب حسن حميد. أسعد الله أوقاتك دكتور. يا مرحبا، أهلا أستاذ لينا. إذن اسمح لنا أن نبدأ هذه الحلقة لكن بعد أن نتوقف مع فاصل قصير. قوم معنا. اهلا ومرحبا بك من جديد الاديب الروائي الدكتور حسن حميد. في هذه الحلقه اخترنا الحديث عن روايه مدام بوفاري. اذا اردنا ان نتحدث عن هذه الروايه لابد ان نبدا من الكاتب وهو غوستاف فلوبير. دعنا نتعرف الى هذا الكاتب وهذه العوالم التي احاطت وكانت نتاجا لتخرج به هذه الروايه. بدايه يعني احر التحيات استاذه لينا ولك ولكل من يشاهد هذه المحطه العزيزه. الليله راح نروح للادب الفرنسي. والأدب الفرنسي غابة من الجمال، غابة من يعني الاشتقاقات والبراعات الغير عادية في الأدب والفنون، بل المعاجم الآن التي تؤرخ أو يعني تدون على المدن تقول بأنه باريس أو فرنسا واحد من تعريفها بأنه هي بلاد الثقافة بشكل أساسي. غوستاف فلوبير هو واحد من أساطين الكتابة في العالم وليس في فرنسا وحدها. فأنا سعيد أولا لأنني سأتحدث عن هذا الشخص عن سيرته، وسعيد أيضا أن أتحدث أيضا عن هذا العمل الشهير الذي عرف به غوستاف فلوبير اللي هو مدام بوفاري. الليلة ليلة جلو لمعاني الحب وجلو لطيوف الحب من هذه يعني المفردات الكثيرة التي نجدها في اللغة العربية، من حب إلى عشق إلى هيام إلى غرام إلى 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 كل هذه المفردات كلها سنجدها الليلة داخل هذه الرواية لنكشف أمرين أساسيين. الأمر الأول هو الذات الأنثوية وتعالقها مع الذات الذكورية، والأمر الثاني هو الذات الذكورية كيف تنظر إلى الذات الأنثوية وإلى ما وإلى أي الأشياء أو إلى أي الضفتين يذهب الخيال الرجولي أو الذكوري خلينا نسميه عندما يتحدث المرأة عن المرأة، وما هو يعني البعد الخيالي الذي تذهب إليه الذات الأنثوية عندما يذكر الرجل. هذا نحن عندنا كعرب نحن عندنا كتاب مهم جدا هو ألف ليلة وليلة، وفيه قصص كثيرة تدور حول الحب والقصة هي الجدة. كما نعرف جميعا شهرزاد، وهذا الكتاب لكنه للأسف الشديد أخذ في عنوانه يعني الخارجي بأنه قصص الحب ولكنه يتحدث عن المجتمع بشكل أساسي. ولذلك أود أن أقول مباشرة الآن الحديث عن مدام بوفاري ليس حديثا عن مدام بوفاري أطلاقا، وليس هو حديثا فقط عن الحب أو موضوعة الحب، وإنما هو حديث من خلال الحب ومن خلال مدام بوفاري عن المجتمع الباريسي بشكل أساسي. ويعرف عن المجتمع الباريسي أو الفرنسي بشكل عام بأنهم يشتهرون بالرومانسية المعروفة في هذا المجتمع. هل أثرت في هذا الكاتب وفي كتابته جدا؟ لأن هذا العصر عصر فلوبير هو عصر الرومانسي. هو العصر الذي كان يتحدث كثيرا عن هذه الرومانسية والتي تؤدي في كثير من الأحيان إلى الكآبة وإلى الإملال وإلى
عملية تتفيه كل شيء وعدم القول بأنه لا جدوى من أي شيء آخر، فهذه شكل أو بعد من أبعاد الرومانسية. لكن أود أن أثبت الملاحظة مرة ثانية وأعيدها، فأقول أن الحديث في هذه الليلة ليس عن رواية اسمها مدام بوفاري وحدها، وليس عن موضوعها هي الحب وحدها، وإنما هذا الحديث من خلالهما سنتحدث عن المجتمع الباريسي الذي كان في النصف الثاني، خلينا نسميه، من القرن التاسع عشر. أولا، غوستاف فلوبير ولد في عام 1821، وهذه مصادفة أنه مولود مع الكاتب الروسي الكبير في دور دوستويفسكي في عام 1821. وفلوبير، أنا آسف منذ البداية سأقول أنه توفي في عام 1880، يعني قبل أن ينتهي القرن التاسع عشر بعقدين أو بعشرين سنة. أيضا دوستويفسكي هذا الكاتب الكبير أيضا سيرحل في بعده بأشهر قليلة لفلوبير في عام 1881، أو بعده بسنة، يعني خلينا نقول مؤشر فقط ولكن بعد سنة. هذه المصادفات العجيبة الموجودة بين هذين الكاتبين، هذا ما أثر في الآداب الروسية الكبيرة جدا وأثر في العالم، وهذا فلوبير الذي أثر أيضا في الرواية والأدب الفرنسي ثم أثر في الرواية العالمية. ومن المصادفات أستاذة لينا بأن الاثنين عانيا من مرض بشع جدا، يعني أصاب لهم، يعني أجعلهم يعيشان في حياة من القلق الغير عادية، وجعلهما لا يخالطان الناس بشكل جيد، ولا ينفردان مع الناس أو يذهبان إلى الأبعاد الكثيرة من الحياة أو المجالات والدروب البعيدة للحياة، لأن دوستويفسكي كما يعرف الجميع أنه كان مصابا بمرض الصرع، وكان يقع يعني لا يعرف متى توقيت هذا المرض، وكانت شوية الأدوية في تلك الأوقات أو تلك الأزمنة لهذا المرض كانت صعبة جدا، بينما سنجد بأن الأدوية موجودة أكثر لي عند فلوبير الذي أخذ البوتاسيوم وأخذ الكينين، يعني أخذها حتى يعني يتفادى أو يتوقع من هذه الحالات الصرع. إذن دوستويفسكي صاحب مرض الصرع الذي لازمه للأسف الشديد، سنجد مثل هذا المرض الصرع سيلازم أيضا غوستاف فلوبير، ومثلما يعني جعل دوستويفسكي يعيش في عزلة، أيضا سنجد بأن فلوبير سيجعل من العزلة حياته كلها، على الرغم من بعض المودات هنا وهناك. نعم، كان في حياة فلوبير الكثير من المتناقضات، وكان هناك سمات شخصية تميز هذا الأديب وهذا الكاتب. دعنا نبدأ من التنشئة والتربية من أسرة فلوبير. أولا عزيزة لينا، أولا فلوبير في عام 1821 هو يلد في أسرة ميسورة، ولكنها أسرة تحافظ على تقاليدها اللي لها علاقة بالريف، يعني ابن الريف قد يكون لديه الكثير من الكنوز والمال ولكنه لا يتمتع بمثل هذا المال، أو لا يجدول حياته من أجل مسرات أخرى خارج البيت خارج المهنة، يعني هاي الطبيعة أو خلينا نسميها الذهنية الريفية الموجودة، عكس أبناء المدن. أبناء المدن يعني يكون في عندهم مال، ولكن يقولون في هذه السنة سنذهب إلى المكان الفلاني لنراه، أو المكان الفلاني سنشتري أمرا ما أو بيتا ما أو إلى آخر ما هناك، فلديهم جدولة لعملية إنفاق المال. ابن الريف لا، عنده ذهنية أخرى هي حيازة المال والنوم عليه، وحطوا تحت البلاطة كما نقول، أو حطوا تحت الفرشة ويهتم عليه، ولهذا سنجده أيضا في حياة الوالد طبيب جراح شهير جدا، هو إيشيل اسمه، إيشيل فلوبير، وهو كبير الجراحين في مشفى في مدينة اسمها روان، والوالدة هي أيضا يعني مثقفة جدا وفهيمة جدا، واسمها كارولينا أو كارولين على الحل، ما في اللام أو الألف الأخيرة الممدودة، كارولين، وهي أيضا امرأة هادئة جدا ومثقفة جدا ومحبة لأولادها، ستنجب يعني ثلاثة أبناء. أشيل هو الطبيب الكبير الذي سمي على اسم أبيه اللي هو الجراح الكبير، وسيصبح جراحا كبيرا ويأخذ في مكاني يأخذ عمله في مكان والده تماما في هذا المشفى، في مشفى أروان، وسيكون جراحا كبيرا. ولديهم أخت يعني أشيل، والآن عندنا غوستاف، ولديهم أخت اسمها كارولين، سميت كارولين أيضا منادبة مع الأب على اسم الوالدة أيضا، يعني الأب سمى ابنه أول واحد اللي إجا أشيل على اسمه، والوالدة سمت أول بنت إجت بالعائلة أو أتت في هذه العائلة اسمها كارولين، سمت اسمها أيضا كارولين. والآن يأتي الثالث هو غوستاف. حديثنا نحن عن غوستاف. غوستاف الآن هو ينظر إلى هذه الأسرة بعيش فيها، في عندهم سور صغير بالبيت، هو يطل هو وأخته، وأخوه كان قبل أخوه، لكن لأنه كان أكبر شوية لا يعوى ذلك الأمر، أخوه أكبر منه بتسع سنوات، الأخت هي يعني تقريبا هي صديقة الصبا أو رفيقة الصبا. يقول كنت أنا وأختي
نقفز من فوق السور أو نعلو من فوق السور لنطل على حديقة المشفى، فنرى الجثث موجودة في فناء المشفى أو في يعني الأبهاء أو البهوات الموجودة أو البهو الموجود في المشفى، ونرى هذه الجثث وقد يعني أصابها الصمت الشديد والشحوب الشديد. إذن تفتح شبابه على مشهد الموت، على هو عم يشوف الموت وعم يشوف، وأيضا القصص التي تحكى داخل البيت هي قصص الوالد الذي نجح في هذه العملية الجراحية أو لم ينجح فيها. فكل الحديث موجود، كان حديث يعني ينوس ما بين الحياة والموت، يعني دائما خاصة الوالد عندما يتحدث، وكانت الوالدة تستفز الأب أو تستفزه وتحرضه لحتى يحكي عن يومه لحتى تخلصه، لأنه كانت فكرتها هي تخلصه من يعني الأجواء اللي كانت موجودة، هي الموت والأدوية والأسئلة والمراجعين والأهالي وإلى آخره، تريد أنه هي تخلصه من هذه الآثار أو العوالق التي جاء بها من المشفى. هو يسمع مثل هذه الأمور ولذلك كان تعبا. منذ العام الثاني عشر له هو أحس بهذه نوبات الصرع التي سترافقه إلى آخر حياته. من عمره كان 12 سنة. لكنه هو في البداية كان في عزلة، وكان مثل الطفل المحبوب أو القطة الموجودة أو حتى الكلب الحنون داخل البيت، هو كان يوصف نفسه فيقول يعني حتى أنه تأخرهم علي حتى أرسلوني إلى المدرسة الأليسي الموجودة في مدينة روان، فيرسلوه إلى المدرسة كان عمره 10 سنوات. خلال لما ذهب إلى المدرسة وجد كل الطلاب اللي هن كانوا بصفه كلهم متقدمين عليه في العلوم، هو 10 سنوات هم ذاهبين من 6 سنوات 7 سنوات يعني داخلين إلى المدرسة. هذا أيضا في شخصيته دكتور، تعسيمته الجسدية التي كانت موجودة ضمن أصدقائه وأقرانه، يعني أثار هذا سخرية أصدقائه. أولا سخرية لأنه هو كان كبير في جسمه، كان هو ممتلئ، كان جسدية مثل الدبدوب، يعني هيك واحد عايش في بيت ميسور الحال وأكل وطعام، وهو يعني مرفه، وكان مدلل من الوالدة ومدلل من الخادمة، ومهم جدا نتحدث عن الخادمة جولي اللي هي تمت عايشة معه إلى عمر 58 سنة، هو سيموت كما نعرف نحن في عام 59، يعني هو مواليد 1821 سيموت في 1880، يعني بيناتهم سنة، يعني هي رحلت قبله هاي الخادمة اللي كانت، لكن نتحدث عنها كثيرا لأنه هي كانت معبية قلبه ورأسه وروحه وأنفاسه بالحكايات والأساطير التي تتحدث عنها، كانت هي من يعني فتح باب العشق للحكايات والأساطير وخلينا نسميها الخراريف، يعني الأدب الشعبي الموجود كان الذي يتناقل من قرية إلى قرية أو من مكان إلى مكان، وعلاقة القرية بالمدينة داخل المجتمع. فهو يدين كما تقول الكتابات يعني التي تكتب سيرته، هو مدين للسيدة أو المربية جولي لأنها هي ساعدته. على أي حال الوالد لما ذهب إلى الدراسة لم يكن ناجحا مهما جدا يعني، وكان ولكنه كان ينجح بشكل أساسي لأنه الوالد كان دائما يسأل عنه ويدرسوه في البيت، وغير هيك أنه كان الناس الأساتذة الذين يعني يشرفون على تعليمه أيضا يحسبون حسابا لوالده الطبيب الجراح اللي له هو يعني أيادي بيضاء على الجميع يعني في المنطقة وكان معروفا. على أي حال الآن سيأخذ هذه الشهادة في عام يعني عمره 19 سنة أو 20 سنة، سيأخذ الشهادة الثانوية وسيمضي إلى المدرسة. حاولت الأسرة وخصوصا الأب، وحاول الأخ، وحاولت الأم، وحاولت الأخت أيضا كارولين التي تحبه كثيرا، حاولوا أن يقنعوا بأن يذهب إلى الطبابة، لأن الوالد كان يقول ببساطة شديدة نحن عائلة يعني محترمة، قال فلوبير احنا عائلة يعني عائلة محترمة، لا نريد بيننا انه يطلع واحد من بيناتنا يكون مشرد او شاعر. فتصوري هو يعني عملية يعني التماثل، يعني حتى انه مثقف وطبيب ينظر هذه جدا، وحتى لا هو في البدايات يعني حتى هو في الثانوية كان فلوبير غوستاف، نحن نقصد الآن الابن وليس الأب، يعني نقصد الكاتب الآن، هو كان يعني لامعا ومحبوبا داخل المدرسة، أنه هو أسس ما نسميه الآن بمجلة الحائط أو مجلة من 4-5 صفحات ليكتب فيها، فكتب قصصه الأولى اللي كانت هي القصص الجنينية خلينا نسميها لفلوبير، نشر في هذه المجلة، وكان في بعض مرات يعني يتحايل على الوالد ويقول له أنه أنت لازم ترعاني ودير بالك علي، أنا صاحب موهبة وكتابة وهذا. فكثير من الأحيان أو عدة مرات حاول أن يقرأ أمام الوالد، يقرأ شيئا من قصصي، ولكن لا يهتم، ولكن لا يهتم، وكان ينعس وكان ينام، لأنه يعني تقدير يعني لا يريد أن لابنه أن يمشي في هذا الطريق، يريد أن يمشي في طريق أخيه اللي هو أشيل اللي هو طبيب وجراح صار، يعني بده يكون في هذا. ولذلك أولا العلاقة كانت جدا ودودة في العائلة في هذا العمر اللي هو عمر 12 سنة، أحسهم عليه بحالات الصرع
نوبات الصرع التي تأتي إليه، الأب طبيب والأخ طبيب، وعندهم صديق طبيب أيضا في المشفى من الناحية العصبية في مشفى روان. اقترحهم الثلاثة مع بعض بالاتفاق مع الوالدة أن يذهب فلوبير، وأعني بذلك الكاتب، يعني كل حديثنا الآن سننسى الوالدون، الآن سنتحدث عن الكاتب، أن يذهب في رحلة مع صديق له طبيب أيضا يشرف عليه، يذهب فيه إلى كورسيكا، منطقة فيها شوية شمس، فيها شوية هدوء، وفيها شوية عزلة، وفيها بحار، وفيها جزر، تبدأ حياة أخرى لفلوبير في تلك المنطقة. صحيح، أنه مشان على الأقل أنه يشوف أنه قديش ممكن هذا التأثير، هذا المكان الآخر الجميل اللي فيه شمس اللي فيه دفى، قديش ممكن يأثر عليه ويخلي نوبات الصرع بتقل. وهذا فعلا وجدوا بأنه هذا فعلا كان مفيدا، ولذلك سنرى بعد فترة، يعني عندما يكون في العمر، يعني 1849، يعني صرنا بعمر تقريبا حوالي 28 سنة، سيذهب أيضا في رحلة مع صديق له اللي هو صديقه الحميم الذي سيبقى على صداقة مع ثاني، يعني ثالث اثنين خلينا نقول، اللي هو مكسيم دوكامب اللي هو كان محرر في جريدة باريس. سيذهب وياه في رحلة إلى هنا، إلى هذه البلاد العزيزة، إلى سوريا، إلى فلسطين، مرهم هنا إلى لبنان، ومرهم إلى مصر. فسنرى يكتب بكتابات واسعة وضافية عن سوريا، عن الأماكن، عن الطبيعة، وستستمر هذه الرحلة. تصوري ستستمر هذه الرحلة حوالي سنتين، حوالي سنتين من الزمن، وهو يعني يتشمس في الشرق، وهو يرى هذه النباتات، وهو يعني يماشي هذه الفصول من خريف إلى ربيع إلى شتاء إلى الصيف وهكذا. وسيتحدث كثيرا عن الأمكنة السورية التي عاش فيها، وعن الأمكنة الفلسطينية التي زارها، سواء كانت الأمكنة لها علاقة بالمعتقدات مثل القدس، مثل بيت لحم، مثل الناصرة، أو بالأمكنة الأخرى التي لها علاقة بطبرية مثلا نهر الأردن، أو التي لها علاقة بالبحر أو الساحل الفلسطيني. ثم سيذهب إلى مصر ويتحدث لنا حديثا فياضا وجميلا عن هذه الآثار الموجودة في مصر، ومن بيناتها يتحدث عن الآثار المصرية، يزورها في أمكنة متعددة، سواء الأقصر ولا الجيزة بالأهرامات، ويتحدث ويصف لنا أوصاف للأهرامات كيفية واقفة موجودة هناك. لأول مرة بنحس أنه في فعلا في كاتب عم يوصف هذه الأهرامات في سيرة ذاتية. في سيرة ذاتية هو عندما كان يكتب، كان يكتب في جميع الأجناس، ولذلك أنا ممكن أن أصنفه مباشرة بأنه هذا أدب رحلات كان موجود، ولكنه عندما يتحدث عن الناس، يتحدث عن العادات، يتحدث عن التقاليد، يتحدث عن الانبهار بالطبيعة والجمال، أنا أعتقد أنه هي كانت تدخل في السيرة الذاتية، لأنه يعني أدب الرحلات هو أكيد أنه هذه أدب الرحلات، يعني لو ما رحنا لهذه المناطق بالنسبة لهم بعيدة، هي عندهم يعني بسموه الشرق، ما بسموه يعني بسموه الشرق الأدنى على الأقل، أنه منطقة بعيدة، وشاب صغير لسه في عمر يعني 28 سنة، فهو ذهب لهناك من أجل جس النبض مع هذا الصديق، من أجل جس النبض أيضا قواه الصحية ولمفاعيل هذا الصرع الذي كان يأخذ كميات كبيرة من الأدوية، خصوصا البوتاسيوم والكينين، كان يأخذهم هذول مشان أنه يتقوى أو يتقي شرور هذه الاندفاعات. كانت الوالدة هي أكثر خوف عليه، الوالدة كانت علاقتها فيه حميمة جدا جدا جدا، إلى درجة تصوري أستاذة لينا أنه هي قالت في يوم من الأيام لن أجعل من امرأة في العالم، ليس في فرنسا كلها، أن تأخذه مني، يعني لن تشاركني في تعلق غريب، وأنه يعني لا تريد مشاركة أي مرأة مهما كانت هذه المرأة جميلة. هذه الأمراض وسط هذه البيئة، هل أكمل دراسته فلوبير وماذا درس هو تلك الفترة؟ ودعنا نتحدث عن أصدقاء تلك الفترة أيضا. يعني أولا هو حاول أنه نفد من الوالد، أو خلينا نقول افتك نفسه من الوالد كي لا يدرس الطب، لأنه لا يريد الطب، لا يريد هذه المناظر الجثث التي كان يراها هو وأخته، أو هذه الأحاديث التي تتحدث كل البيت يتحدث عن الموتى، لا واحد عاش، لا واحد مات، لا واحد، مع أنها انعكست يعني في أدابه، لم يستطع الافتكاك. طبعا هو طبعا هذا صحيح، لأنه كثير من الأشياء اللي لها علاقة بالمشافي وبالأمراض وهذا سنجدها موجودة مبثوثة في كل كتاباته. على أي حال هو لم يدرس، ولكن الوالد قال له إذا أنت لم تدرس الطبابة إذا لابد وأنك ستدرس الحقوق، فلم يتكلم ولم يعني يناقش، فقال له أذهب أنا وأدرس الحقوق. الحقوق كانت ليست في روان وإنما صارت في باريس، فيذهب إلى باريس. في باريس هناك يتعرف على هذا الصديق الحميم الذي تحدثنا عنه، الذي أخذه في هذه الرحلة إلى الشرق، إلى مصر وفلسطين وسوريا، اللي هو مكسيم دوكامب. مكسيم دوكامب تعرف عليه لما كان هو محرر صغير في مجلة باريس، يعني مجلة ليست مهمة كثيرا وليست يعني نايفة وليست له أسهم فيها. سنرى أن دوكامب سيأخذ يشتري
أسهما أكثر وتصبح له حظوة كبيرة ويصبح من كبير المحررين داخل هذه المجلة، ولكن بعد أن تتقدم السنوات كثيرا بعد أن يصبح صاحب مال ويصحب صاحب يكون صار أصبح صاحب قلم صحفي مهم الآن يتعرف عليه. وشعر دوكان منذ البداية بأنه هذا الشخص يعنيني، يعني تعرف عليه هو في حلقات الأصدقاء الصغيرة عندما يشربوا القهوة خارج الجامعة أو هنا أو هنا أو في داخل الصالونات الأدبية، أحس أنه في أنه يعني معني منه. هو ما كان لا يعرف يعني حتى ما كان يعرف الوالد ولا الوالدة، لكن هو حس أنه هذا الشاب الجميل الحليوة أنه هو حس أنه في يعني علاقة تربطه فيها، وبدأ يشرف عليه وبدأ ينصحه لأنه أكبر منه شوية، بدأ ينصح ويعطيه هذا. فلا أحس هو يعني مثل كان نسميه بالأدبيات المسيحية مثل الملاك الحارس له في باريس، لأنه هو جاي من قرية من من بلدة مدينة صغيرة هي روان، وأنه حس أنه يعني بده يشرف عليه فكان معه. ومع ذلك وقد أبدى نجاحا وتفهما للحقوق وأراد أن يحقق يعني رغبة الوالد والوالدة بأنه سيخرج محاميا، وهذيك الأيام يعني لما كان يخرج الواحد بشهادة الحقوق كما لو أنه تخرج في الطبابة أو تخرج في الهندسة إلى آخر ما. ولكن للأسف الشديد فلوبر هذا الكاتب الكبير اللي صيته كل ما عم نشوف هيك يتسع ويعلو أكثر أكثر وصورته بتصير أكثر جمالا وصوته بصير أكثر رنينا، للأسف الشديد لم يأخذ هذه الشهادة أيضا شهادة الحقوق. في هذه الفترة كان له إصدارات أدبية دكتور؟ كان أصدار وكان لكن ليست مهمة، وكان يعني بدأ يكتب. في أي المجالات كان كتب؟ في القصة وكتب في المسرح، يعني بالمناسبة هو أحب كثير لأخته كارولين، وكان يكتب المسرحيات ويساوي أدوار له إلها، ويعني لما يكون في دور أنثى آخر في داخل المسرحية تقوم أيضا كارولين بتمثيل الدور الآخر، وكان هو أيضا يمثل في هذا الدور داخل البيت. أما الأرضية تبعت أو المنصة تبع المسرح فهي كانت طاولة الطعام عندما تكون شاغرة، فهم بيمثلوا داخل البيت. لكن هو تعلق كثيرا كثيرا في الأدب وشغف بالأدب وشغف بالتاريخ، ولذلك هو يعني اشتغل وأصبح مشهورا بأنه هو كأديب بين الطلبة يعني الجامعين. هو سيخلص من الجامعة لكن للأسف لم يأخذ هذه الشهادة، يعني وصل إلى السنة الأخيرة من كلية الحقوق، لكنه وحاول الوالد أن يقنعه وحاولت الوالدة وحاول الأخ الكبير أنه يأخذ، ولكن للأسف الشديد هو قال خلص يعني أنه أنا لا يمكن أني أنا أستمر. وهم ما كانوا قادرين يعني قادرين على الضغط عليه من أجل أنه ما يصير في عنده هاي النوبات النفسية وتؤدي إلى الصرع والوقوع إلى آخره، لأنه كان المرض لسه مجهول بالنسبة للوالد، يعني الأب اللي هو جراح وكبير كان غير معروف، مثل ما كان يعني الأمر موجود في روسيا عندما كنا نتحدث عن دوستويفسكي الذي كان يصاب بالصرع يعني. فأرادوا أنه يعني هذه بدي أسمي لك إياها يعني الوجه الغير جميل لفلوبير ما أرادوا أن يطلع عليه أحد. ولذلك الوالدة عندما تعلقت فيه وقالت لن أسمح لامرأة أن تشاركني في ابني، ليس لأنه هو جميل ولأنه حلو ولأنه لا، في فقط هي لا تريد أن تبدي وجهه غير الجميل عندما يقع في الصرع أمام امرأة أخرى مهما كانت هذه المرأة، لأنه هي بالمناسبة ما كانت واثقة جدا أنه في كثير يعني حبيبات راح يحبوه أو يعشقوه بجنون، لكنها سترى مثل ذلك في يعني قبل أن تتوفى. هي رحلت في 1872 يعني قبله بشي 8 سنوات، وتمت هي عليه حراسة غير عادية. وكان بعض الصديقات له مثل وحدة راح نشوفها هي عند صالون أدبي اسمها ليزا كولي، يعني كانت تجي له عند البيت لأنه عشقته، يعني هي الوحيدة أنا بحس أنه من خلال تقرأ سيرته لفلوبير وهي يعني أكبر منه بالعمر، كانت تقول هي كان عمرها 35 سنة، تقول له أنا عمري 30 سنة لأنه مشان تقرب لعنده لأنه هو 25 سنة، لكن أحبته. وكل النساء اللي حواليه اللي كانوا موجودات كان لديه علاقات نسائية كثيرة، لكنه تعلق بأنثى ولم يستطع الوصول صحيح. إليها صحيح. هو التعلق مع الأنثى عنده يعني أمر غريب وعجيب، أحيانا يحب واحدة لا تلتفت إليه، وبعض النساء يعني يتشوقن لمعرفته ويعني جعل العلاقة علاقة حب وغرام فيما بينهما، لكن هو أيضا كان لم يطق هؤلاء النساء. على أي حال نحن الآن في باريس، يفشل الآن أن يصل إلى هذه الشهادة الحقوق، سيعود إلى روان. عندما عاد إلى روان سيتوفى الوالد. عندما توفي الوالد بعد 3 أشهر ستتوفى أيضا كارولين العزيزة الصديقة الأخت يعني التي أحبها كثيرا والتي كانت مشاركته في كل شيء. لم يحب يقول أنا لم أحب في حياتي أي شيء مثل ما أحببت أنا كارولين. ولذلك وهي على فراش الموت وكانت هي يعني مسجات ميتة، جاء بناس بيعرفون بالأشياء اللي لها علاقة، خلينا بالجبصين يسمى، فغطس كفيها وهي ميتة بالجبصين من أجل أن يأخذ القوالب، وغطس أيضا عمل قالب جبصيني أيضا لوجهها من أجل أن يأخذ هذا، وأخذ الكفين وأخذ
الوجه إلى باريس وأعطاه لي فنان نحات أو خلينا نسميه يعني واحد من الذين يشتغلون في هذه الأشياء، وصنع لها تمثالا أو قالبا لأنه كان يحبها جدا، وكان بعد ما صار التمثال أمامه موجود كان يقبل هذا الوجه يقول هذه كارولين، ويقبل هذه الأيدي يقول هذه كارولين التي كنت أقبل يديها وهي في الحياة. يعني كان حالة عشق بينه وبين أخته كانت طويلة، وسيعشق أيضا ابنتها التي خلفتها وراها في المستقبل، وسنرى في آخر عمره بأن هذه الابنة ابنة أخته أنها ستعيش حياة ومكابدات صعبة مع زوجها، وسيتخلى لهم عن الكثير من المال، وسيتخلى عن أشياء كثيرة كانت أثيرة عنده، ولا سيما البيت الذي كان في قرية كراواسي الذي تركه في القرية الذي اشتراه الوالد. على أي حال، يعني كل هذه الحياة الموارة، كل هذا يعني المديح لجماله من النساء، لكنه يعني بالأخير لما تقرأ السيرة الذاتية بتحسي أن فلوبير ببساطة شديدة سمع بالمرأة ولم يعرفها، أن فلوبير اقترب كثيرا من المرأة ولكنه لم يحترق بعواطفها، وهذا باعتراف منه، وهذا باعتراف منه. يقول أنا دائما يعني كنت أنا يقول أنا يعني أنا سأموت خلينا نسمي يعني عذراويا أو بكرا كما يقال بطريقة، لأنني لم أعرف المرأة كما يعني يسمع من أصدقائه والذين لديهم تجارب هنا وهناك. ولكن الكتابات التي في بعد موته أفصحت بأن الكثير من الصديقات اللواتي تعرفنا إلى فلوبير هن تحدثنا بأنه نحن وياه على علاقة معينة، وكانت كل واحدة بتحكي تروي قصتها مع فلوبير. بعضهم روون قالوا أنه إحنا يعني عشقناه من خلال القراءات الجلسات، ولكن لم يكن بيننا وبينه من المودات سوى هذه الكتابة، كتابة الرسائل. وبعضهم قدموا الرسائل التي كان يكتبها فلوبير إليها، وكان يعتبر فلوبير، وهذا الأمر الجميل يعني إذا حدا عم يسمعنا نحن من الأدباء والكتاب، كان يعد هذه الرسائل كتابتها هي نوع من التمرين للقلب، كيف القلب يعني يلاقي الآخر، أو كيف يشعر القلب بالآخر، اللي هو عادة عند الرجل يكتب من أجل المرأة ليشوف يعني مشاعره عند المرأة. على أي حال، كل هذه الحيوات الموجودة في حياته الآن ستبدو في بعض النماذج، في بعض الرموز. يذهب في مرة وهو لا ما زال في يعني عمر 15 سنة، يذهب إلى مكان للاصطياف مع الوالد والوالدة، وهناك يتعرف إلى امرأة هي أكبر، هو 15 سنة وهي تكبر بعشر سنوات أو أكثر شوية، عمرها 26 سنة. وهذه المرأة هي ليزا شالي سينجر. هذه امرأة مختلفة عن النموذج الموجود من النساء الباريسيات أو الفرنسيات، هي امرأة سمراء شعرها أسود طويل، لديها عنق طويل أيضا، فحس أنه هي كانت يقول تخسف بجمالها أي حدا من النسوان اللي هن شقر، يعني أي امرأة جميلة هي أجمل من أجمل امرأة شقراء كان يحس فيها. فهي بداية التفتح للوعي، أو بداية تفتح النظرة الأولى من الرجل أو الذكورة خلينا نسميها تجاه المرأة، ولكنها كانت متزوجة. ولكن القصة كانت يعني هو كان يعني ودود مع الزوج، وهو كان خجول جدا، وأنه هي فكان هو يعني يحدثنا بعدين أنه في مرة من المرات وأنا عم بحكي معها، أو في مرة من المرات عندما جلست بجانبها حك ثوبها بيدي، أو يعني تصرفات صغيرة جدا جدا يعني أحيانا يلتقطها الأطفال، ولكن هو لديه يعني في داخله نار وقادة من أجل أنه هو يصارحها، لكنه لا يستطيع. عندما بلغ من العمر 16 أو 17 سنة بعد سنتين من لقائه الأول معها، تمنى أن يراها، ولكنهم قيل عندما وصل إلى هذا المكان المنتجع قيل له بأنها سافرت هي قبل أيام، ويعني خاب ظنه، ولذلك جلس يكتب نوع من المرثية لحالته العاطفية لأنه هي في غيابه. ولكن يستمر هذا المنحنى معها لليزا شيلي سينجر، سيستمر هذا المنحنى حتى يكتب رواية اسمها التربية العاطفية، وكانت هي النموذج الموجود داخل هذه الرواية، هذه الرواية التي أحبها الفرنسيون كثيرا كثيرا امتدحوها، وقد امتدحها يعني الطرفان القارئ والناقد. نعم. هذا المديح الكبير، وعدوها أنه هي مهمة ورواية كبيرة. إذا جميع تفاصيل حياة فلوبير هي موجودة في روايته، لهذا دعي بكاتب الواقعية الأول في فرنسا برأي صحيح. الدكتور شوفي ست لينا، في شيء أساسي كان هو كتب كتابات كثيرة ذات اتجاهات مختلفة، منها التاريخية ومنها اللي لها علاقة بالرمزية واللي لها علاقة بالخيال. وأنا عندما كتب الواقعية تميز بشكل كبير جدا في هذه الكتابة. ليش هو راح للواقعية؟ بس أنا مشان يعني أنا أشياء
يشير لماذا ذهب إلى الواقعية. كتب كتابات لها علاقة بالخيال، أنا شخصيا بسميه الخيال المريض. يعني أولا صور لنا علاقة فتاة جميلة مع قرد بشع، يعني وهذا خيال، نوع من الخيال اللي أنه أنت ممكن أنت تصوره كرجل يعني مع فتاة جميلة، ولكن يعكس شخصيته. كان معروف عنه أنه غريب الأطوار، وكان لديه نوع من النظرة السيئة لنفسه، أو ينظر لنفسه بالكرة. يعني هذا انعكاس لما هو يقول في الصباح. يقول في الصباح أول واحد أحمق أنا بشوفه على المرآة هو أنا، يعني دائما، واخر واحد بوضعه بالليل انا عندما بدي انام هو ابشع واحد او ابشع وجه انا اشوفه هو انا. علما البنات اللي حبوه يقولون بهذا كان اله من الهه الاغريق او من الهه الاغريق، هو يعني اله من الهات الاغريق. كان جميلا وكان صاحب شعر طويل يصل الى الكتفين وعيون زرق واسعات وكبار وعنق وجمال وشنوبيه. هذا هو السبب، لانه تلك الايام هذه الرومانتيكيه التي تحدثت عنها في بدايه الحلقه هذه اللي كانت شائعه، ومن اطرافها او خلينا نسمي من ايدي الرومانتيكيه هو ان الانسان ينظر الى كل الاشياء بتفاهه ويحس بان كل الاشياء فيها بلاده وفيها نذاله وفيها قبح وفيها هزء وفيها سخف وفيها لا شيء. فهذول الرومانتيك يعني بدهم شغلات هي تكون على المستوى هذه النظره الرومانتيكيه، ان تحلم بكل هذه الاشياء الجميله او ان تاتي بما تحلم به ويكون امامك حتى شوي ها ممكن يقتنع، ولكن هو لا يرى شيء. يقول انه هذا المجتمع كلاته، ولذلك من هون استاذه لينا هو أحب من الكتب التي أثرت بحياته كثيرا، من أهم الكتب التي أثرت في حياته كثيرا هي دين كيشوت التي كان يسميها هي كتاب مقدس للحماقة. تصوري أنه هي فيها حماقة، لأن الشخصيات اللي فيها ليسوا أغبياء وليسوا أهل نذالة وليسوا أهل تفه أو هم هؤلاء الناس أهل حماقة. فأنت ولذلك أعجب كثيرا كثيرا بدين كيشوت. طبعا ليس هو الوحيد الذي تأثر بدين كيشوت، لأنه قبله صار دين كيشوت صار بده يصير لها أكثر من 200 سنة معروفة بين أيدي القراء وكل الناس تأثروا فيها. يعني الكتاب الثاني بعد ألف ليلة وليلة الذي أثر في الثقافات العالمية بشكل أساسي. ولذلك لكن كان هو يقول بأنه هذا الكتاب لأول مرة يوصف الواحد بأنه في حمق، لأن دين كيشوت في عنده تصرفات خرقاء وفيها حماقة، ولكن لا يستطيع الناقد الحقيقي أن ينظر إلى هذه الأفعال بوصفها أفعالا للحمق أو يعني اللي فيها شيء من الغباء إطلاقا. أنا دائما أنظر إليها بأنه هي هذه الرواية مقسومة إلى قسمين، في حلم يمثل دين كيشوت والفارس النحيل الأسمر الحزين إلى آخره، وهناك في واقعية كبيرة جدا جدا يمثلها سانشو. هذا لا يريد أن يفترق أو يفتك نفسه من هذه الواقعية، وذلك لا يريد أن يفتك نفسه، وهذا هو الحياة بشكل أساسي. طبعا في شخصية أخرى يعني بعيدة عنهم هي اللي بالنص في عملية المزج ما بين الخيال وما بين الواقع. يعني في كثير ناس هيك وربما المجتمع. إذا نعود إلى هذا الانتقال بين الكتابة التاريخية والكتابة الواقعية، كيف ذهب فلوبير إلى الكتابة الواقعية وما الذي جذبه في هذا الواقع التي ما أنه صوره بمأساوية؟ صحيح. شوفي الآن يعني لما نتحدث عن فلوبير في ثلاثة من الأصدقاء ما فينا ما نتحدث عنهم، في ثلاث أصدقاء موجودين. الصديق الأول اللي هو واحد اسمه بول بويه، هذا هو واحد بسيط من الأصدقاء وهو أكبر منه في العمر، يدرس اللاتينية ويدرس الفرنسية، حاله المادية يعني خلينا نسميه متواضعة. هذا بويه، هذا وهو يكتب الشعر، وكان فلوبير دائما يقرض شعره، يمتدح شعره على عكس الآخرين، وكان يتوقع بأنه سيكون أهم شاعر موجود في 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 فرنسا أو في الأدب الفرنسي، ولكن هذا الظن ظل ظنا، يعني لم يصبح بويه. يعني عم نذكره احنا لانه عم نذكر فلوبير، لا نذكره بوصفه شاعر مثل بودلير ولا ماليرمي ولا فيكتور هيغو ولا مثل رامبو اطلاقا. هو بقي يعني في تواضعه الشعري في قصيدته، ولكن فلوبير الصداقه احيانا بيكون في حجاب عن الموضوعيه، فكان بحس انه هو هذا الشاعر كبير. اذا هذا بويه استاذ اللاتينيه واستاذ الفرنسيه كان صديق حميم جدا جدا له. الصديق الاخر اللي هو خاله لموباسان، هذا موباسان الذي سيتتلمذ على فلوبير فيما بعد، هذا الخال هو فوتفان اسمه او بوتفان كنيتو بوتفان، وهو رجل اعمال يعني هو الفريد بوتفان او بونفات، يعني هو الفريد بونفات هو ابن رجل اعمال وسياخذ مهنه والده ويكون سيكون رجل اعمال، واغلب الاحيان كان هو اللي يعني يصرف ينفق على الجلسات الثلاثيه بينه. والاخ الاخر او الصديق الاخر الذي يعني امتدت علاقته فيه لاخر اللحظات وكان فيها شويه غيوم سوداء غير كويسه وفي انقطاعات شويه اللي هو ماكسيم دوكام اللي هو سميناه احنا كان هو المحرر الصحفي الموجود في مجله باريس.
هؤلاء الثلاثة هم الذين سيأخذون فلوبير إلى الواقعية. لماذا؟ لأنهم وجدوا بأن كل هذه الكتابات غير جميلة التي يكتبها، يعني ليست مفيدة. بس أنا خليني قبل ما أقول هالكتاب، خليني أنا أحدثك وحدث من يستمع إلينا عن يوم واحد من حياة فلوبير. اليوم عنده فلوبير الصبحيات أول ما يستيقظ بيستيقظ حوالي الساعة 10، وكان نظام صارم جدا، وجولي كانت هذه المربية كانت يعني حافظ الدرس حتى في آخر اللحظات. فجولي تأتي في الساعة 10 يستيقظ، الساعة خلال هالفترة هاي يعني لا يفعل شيئا، يقوم بالأشياء الطقوس العادية اللي احنا بنعرفها، واحد بيلبس يغير بيجامته، يلبس أواعي، يحلق ذقنه، يمشط شعره، يعني في الحادية في العاشرة، بين العاشرة والحادية عشر، في الحادية عشر يعني بترن له ما يشبه الجرس جولي بتقول له جاهز الإفطار. هو كان يسميه ما بيسميه إفطار، بقدر ما طعام الإفطار بيسميه الغداء الخفيف، فيأكل في الساعة، فيأكل يعني في لا في الحادية عشرة تدخله البريد أول شيء، يعني بعد ساعة من استيقاظه تدخله البريد وتدخله الجرائد، تصفح هاي الأشياء هاي، بيتم فيها يعني يتلهى بنفسه، أو إذا في شيء كان ما نقارئه بيقطع مدة ساعتين أيضا وبدون فطور، يعني يأخذ هو قهوته الصباحية. والآن حتى تصير ساعة خلينا نسمي الساعة 12 تقريبا أو 11 بيأخذ هذا الإفطار، أو يعني بهالفترة هاي بيأخذ هذا الإفطار أو الغداء الخفيف الساعة 11، وبعدها بساعتين هو يأخذ البريد، يشوف البريد، بيشوف الصحف، بيشوف حدا إذا حدا مخاطبه، إذا هذا في عنده قراءات، والساعة الواحدة يعود إلى الطاولة، يبدأ الكتابة من الساعة الواحدة للساعة السابعة المساء. نظام صارم جدا، ويقول بدون هذه الطاولة وبدون هذا الحبر الموجود على لا يمكن أن لا يمكن أن لا يمكن مستحيل يعني طبعا لا يستطيع أن يغير يعني هذه الطاولة. هو مدين أبداً للورق، هو مدين للحبر، هو مدين حتى للمحو الذي أنا يعني كان يعني إن شاء الله بس هيك بخلال الحديث أنه نحكي عن بعض الأشياء التفاصيل الصغيرة لكنها مهمة جدا، تحس الواحد كأنه هي بتبين هي الحساسية عند الكاتب شو هي. على أي حال في الساعة الواحدة يبدأ يكتب حتى الساعة السابعة، في السابعة يتناول العشاء، بعدها بيتريض يخرج إلى الحديقة، يخرج إلى أمامه في مسبح وفي نهر، لأنه البيت اللي كان فيه، البيت هو كان في قرية، القرية اسمها كرواسي، يعني ليس كما يقال من هذا الأكل الصباحي للكرواسي اللي بيعرفوها الناس، لا اسم القرية كلها، وكان اشتراها الوالد هو، واشتراها الوالد فكر هو والابن يعني أشيل اللي هو الطبيب ابنه الكبير مع الوالدة، فكروا بأنه هن يأخذوا مكان، اشتراها للبلدة كلها تشتراها يعني هذا، واشترى أهم بيت موجود فيها، وكان البيت يعني قبل ما يسكنوا كان مبني من 200 إلى 300 سنة، فمن أجل أن يكون هذا البيت مكان عزلة لغوستاف فلوبير من أجل يناسب كتابته. كان لهذا المنزل تأثيرا في كتابات فلوبير أيضا، أو في شخصية فلوبير، حتى هذه جداً القرية وهذا المكان. صحيح. يعني فلوبير تنقل بين عدد من المدن، ثلاث مدن كان لها تأثير كبير. صحيح. في كتاباته. صحيح. دعنا نتحدث عن يعني أولا هو المدينة. أولا لم يعشق المدينة ولم يحب المدينة، حتى باريس يعني له صفحات كثيرة يذم باريس ويذمها ليلا ويذمها نهارا، يتحدث عنها لأنه هو تعود على هذا الجو، وهو صاحب عزلة وهو يحب العزلة ويحب الكتاب ويحب الكتابة، وهو يخاف من مرضه أنه يقع بين أيدين الناس، يكون في الشارع فيسقط صريعا، أو يكون في محل يسقط صريعا، أو يكون مع صديقة عم يشرب قهوة ما بتشوفها يعني لا يرى نفسه إلا وقد وقع صريعا أمامه في هذا الصرع، وهو لا يريد أن يكشف عن نفسه بأنه والله مصاب بالصرع، يعني بعض الأصدقاء اللي حواليه هم بيعرفهم، هذول الثلاثة خاصة بويه ودوكامب وبوتفات، هذول الثلاثة هم اللي بيعرفهم، والوالد والأسرة يعني هم اللي بيعرفهم فيها، فما أراد أن هذا، حتى الحبيبات الصديقات اللي كان أحيانا بيروح لعنديهن ويعني بيقطع نهار أو نهارين معاهن، كان لا يريد أن يعني يخبرهم بشيء، وكان يأخذ جرعات أكثر من اللازم مع الأصدقاء أو الصديقات كي يعني للوقاية من الوقوع في الصرع، يعني بدل ما يأخذ حبة حبتين ثلاثة عشرة عشرين ما بعرف يعني قديش الوجبات، يعني يأخذ يعني كمية أكبر كي لا يفاجئه الصرع بطريقة أو بأخرى، فهو يعني يسقط في النظرة خلينا نسميه من أعين يعني سواء البنات أو الأصدقاء. على أي حال هذه القرية اللي هي كرواسي ومدينة روان والمدينة الأخرى اللي هي باريس، يعني كانت هذه المنطقة هي اللي أثرت فيه كثيرا، كان ميالا كثيرا بسبب الرومانتيكية وبسبب هذا إلى أن يكون بهذه الحالة من العزلة، وكانوا الناس يأتون إليه الزيارة، هؤلاء الأصدقاء الثلاثة يأتون إليه. سألتني سؤال لماذا ذهب إلى الواقعية؟
قبله في واحد يعني كاتب كبير جدا هو بلزاك. نعم. حير الدنيا وقدم فرنسا بصورها المختلفة وتجلياتها المختلفة كما لم يقدمها تاريخ فرنسا ولا حتى الأحداث التي عاشتها فرنسا. هو الذي قدم المجتمع الفرنسي خلينا نسميه هذا بلزاك الكبير من خلال الواقعية. الآن هو يكتب كتابة أو يكتب كتابا وانشغل فيه كثيرا وكان يرفض المقابلات وكان مهتم فيه جدا جدا وكان يحس بأن هذا الكتاب هو يعني حياته الآن سيكون. هذا الكتاب اسمه رواية القديس أنطوان. هذا الكتاب اشتغل عليه طويلا طويلا، كان يعتذر عن المواعيد ويعتذر من أصدقائه ويعتذر عن دعوات العشاء ويعتذر عن السفرات من أجل أن ينجز هذا الكتاب. فأنجز هذا الكتاب، عندما أنجز هذا الكتاب أولم لأصدقائه الثلاثة، يعني عمل حفلة بالبيت عشاء وقال لهم عليكم أن تتخففوا من كل الأعباء والمسؤوليات وأن تأتوا إلي إلى مدة أسبوع تقريبا أو 3-4 أيام لكي نقضيها مع بعض لأنه أنا انتهيت من كتابة رواية القديس أنطوان، فأرجو أنه تأتوا مشان أنتم تساعدوني مشان نشوف نحن شو سوينا بهذا الكتاب، يعني ما الذي كتبته. وفعلا يأتوا الثلاثة إليه في البيت، وعندما يأتون إليه يبدأ هو أستاذة لينا يبدأ بالقراءة تصوري أنه كان يقرأ في الظهيرة أمامهم من الكتاب من المخطوطة، يعني يقرأ 4 ساعات ثم في المساء بعد وجبات الأكل أو الغداء في المساء يقرأ 4 ساعات بقي يقرأ 3 أيام واليوم الرابع في اليوم الرابع في المساء نقر على الطاولة قال لهم انتهت الرواية أو انتهى الكتاب فما رأيكما؟ ما معه غير صديقين كان يعني الصديق الثالث اللي هو فان اللي قلنا بوات فان اللي هو رجل الأعمال اللي هو خاله لموبسان للأسف لم يتمكن من المجيء فهو قرأ أمام دوكام اللي هو الصحفي وقرأ أمام بوي اللي هو الشاعر يعني هو يمتدح أنه هو شاعر كبير قرأ أمامهم. عندما انتهى من القراءة ونقر على الطاولة وقال لهم والآن ما رأيكما للاثنين أصدقائهم؟ تجرأ واحد منهم بشكل أساسي لم يتحدث الصحفي دوكام لم يتحدث أعطى الكلام يا بويه. بويه أمامهم في موقدة نار موجودة قال له أنا أنصحك أنه تمسقه كلياته وتلقيه في النار ولا تعد إلى الحديث عنه أبداً. هذا بعد تعب أشهر طويلة وسنة كاملة وهو يعتذر عن كل المشاوير وهل فعلا هو مصدر هذا الكتاب أم أصدره رغم كل هذه الانتقادات؟ هذا الكتاب أصدروه بعدين يعني في لجان صارت أنه كل ما كتبه لو قصقصة ورقة كاتبها ولا رسالة ولا ملاحظة ولا حتى فاتورة يعني جايته شيء محل صارت في لجنة موجودة مشان يعني فلوبير لأنه أصبح ليس كاتبا عاديا بالنسبة لفرنسا وليس للعالم بشكل أساسي. ولذلك كل هذا التراث الآن أنت بتشوفي متاحف الآن عندما تذهبين إلى المتاحف اللي لها علاقة بالجانب الثقافي أو متاحف الأعلام ستجدين أقصى شغلات يعني مثل هالمحرمة هاي أنا اللي أمسح فيها هيك بتشوفيها أنت هي موجودة ويقولون كاتبين لك تحتها أنه هذه هي محرمة من محارم نعم. وقتنا صار على الانتهاء بقي لدينا 10 دقائق لنفتح فيها كتاب مدام بوفاري لنتحدث عن إصدار هذا الكتاب وقصة هذا الكتاب ونشر هذا الكتاب أيضا جماهيريا الأصداء التي تبعت إصدار هذا الكتاب. شوفي أستاذة لينا أولا يعني بعد هذا الفشل الذريع الذي لاقته هذه الرواية اللي هي رواية القديس أنطوان وهذه القسوة الشديدة لأنه بس انتهم من النقاش هم الأنين وقالوا لكبها تمهم سهرانين إلى الصباح الساعة 8 صباحا وهم يتناقشون ثم ناموا وفي الظهيرة بعد مرور ساعات على نومهم أيضا استيقظوا الثلاثة يعني الصديقين وفلوبير وعادوا النقاش حولها وكان أن فعلا اقتنع فلوبير أنه هذه الرواية يعني أو هذا الكتاب لا قيمة له وأن هذا التعب أنفق فقالوا له لا هذا ربما يؤثر في مجال آخر. الآن يقترح عليه بويه الشاعر يقترح عليه بأن يذهب في اتجاه الواقعية اكتب الواقعية أو ارجع وأقرأ أنت بلزاك. قال لهم أنا قرأت بلزاك وأنا أعرف بلزاك وأنا متأثر ببلزاك وأنا متأثر بهيغو ومتأثر بجوتي ومتأثر بروسو ومتأثر أساتذته الكبار الذين يتحدث عنه ومتحدث يعني متأثر أيضا بالشعراء الإنجليز مثل بيرون وغيره يعني أنا متأثر فيهم ذلك أنا أحبهم وأنا أحفظ لهم وأنا يعني بدأ يحدث زملائه. قال له لذلك إذا أنت كنت فعلا بتحب لبلزاك وتحب هذه الواقعية الواقعية التي رأيتها أنت أيضا في الأدب الروسي وكان من زملائه وأصدقائه الذين يأتون إليه ويسهرون عنده في قريتها هيكرواسا تورغينيف
الكاتب الروسي الشهير الذي يعني نعته دوستويفسكي مرة ونعته نقاد الروس بأنه الكاتب الروسي المتأورب، يعني هو اللي عايش في أوروبا اللي هو في عز وفي جمال وعايش في الصالونات وهو إلى آخره، هو كان من أصدقائه الكبار لفلو أنه تعلم اذهب إلى الواقعية لعلك تنجح في الواقعية، أنت واحد تكتب في التفاصيل وأنت شفاف جدا وترى ما وراء الأشياء. بالمناسبة في واحدة من حبيباته قال لها أنا أنظر إلى المرأة أحيانا بطلع إلى المرأة وهي عندما أرى المرأة عارية خليها وأنا أسف على هذه الجملة أشعر بأنني أرى هيكلها العظمي فشوف الحساسية عملية النفوذ يعني كيف أنه كان يرى. فقالوا له أنت ما دمت تتحدث بهذه الصورة أنك ترى إلى أبعد مما يرى الناس اكتب في هذه الواقعية وقدم هذه التفاصيل لعلك تنجح. هذا السبب كان أستاذة لينا اللي يكتب لنا هذه الرواية الكبيرة والمهمة جدا والتي ستمضي يعني مع التاريخ مشيا من أجل أن تبقى خالدة ومهمة هي مدام بوفاري. الرواية باختصار شديد يعني الرواية ليست من بنات فكره وليست هي من اختراعه، هذه الفكرة هي لبوايه. بوايه كان يعرف طبيبا موجود في المشفى اللي كان أبوه يشتغل فيه واللي أخوه بيشتغل فيه أيضا أخوه أشيل، في دكتور اسمه يوجين بلامار. هذا يوجين بلامار هو طبيب وطبيب بولاوب يعني يشتغل في المشفى دائما وهو معروف. تزوج من يعني زوجته كانت أكبر منه بالعمر، هو كانت أرملة في البداية وتزوجها وعاشوا يا حياة جميلة لكنها يعني توفيت ومضيت بطريقها. فهو أراد أن يتزوج، عندما تزوج تزوج ابنه لواحد قروي وهي بنت جميلة جدا وحلوة جدا، ولكن المشكلة بأن لديها تمتلك خيالا واسعا ولديها نوع من الاشتقاقات لطموحات قادمة جدا لا تتناسب هذه التربية الريفية التي عاشتها، يعني لا تمتلك هذه القناعة أو الرضا التي تتحدث مجمل يعني هي ما تقبل يعني هي تزوجت تصوري من طبيب يعني الآن طبيب ويعيش في مشفى روان وفي المدينة جاءت من القرية هناك ولكنها لم تقتنع بأن الحياة وقفت يعني عند يعني وقفت لامست السقف. هي كانت فتاة منفتحة جدا وخيال واسع جدا وكانت من المؤمنات خلينا نسميه بأن الثمار الموجودة عند في حقل الجار هي أهم من الثمار الموجودة في حقلي، ولذلك هي أرادت أن تتعرف على الآخرين كثيرا. وللأسف الشديد هي عاشت قصصا يعني غرامية وعشقية ربما من جهتها والآخرون رأوا فيها هذا الجمال الأنثوي الحلو ولذلك يعني أرادوا يعني ارتضوا بأن تكون هذه العلاقة حتى لو كانت علاقة قصيرة. فهي كانت تنتقل من أحدهم إلى أحدهم إلى أحدهم. هذه القصة كانت موجودة في الواقع يعني أمامهم بالمشفى، وبيتهم كان لما كان بروان بيت أهله يعني لا 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 فلوبير كان بيناتهم السور بينهم وبالمشفى، ولذلك هي كانت القصة كلياتها مشهورة ومعروفة. يقترح بويه الشاعر اللي هو بيدرس اللاتينية والفرنسية على صديقه فلوبير يقول له اكتب هذه القصة اشتغل عليها هذه القصة، فيقول له لكن لا تبدأ في الكتابة مباشرة، هذه القصة أمامك أنا أبسطها أمامك ولكن لا تكتبها مباشرة، حاول أنه أنا في الأسبوع القادم سأتي إليك في يوم الأحد، ودائما كانوا يلتقون السبت والأحد يلتقون في بيته، قال له يعني حاول تساوي ملخص أنت شو بدك تساوي فيها القصة، ما هي المغايرات اللي بدك أنت تحدثها على واقعية هذه القصة ومعروفية هذه القصة. المضايفات التي أضافها من خيال في منها من الخيال طبعا القصة. طبعا لانه ليش عن ما تصفيت هي قصه انه والله هذا الطبيب اللي هو بلامار ولا انه هي قصه هذه البنت القرويه الجميله التي حبها وليها. لا اطلاقا يعني صارت هي قصه تتحدث عن المجتمع الفرنسي كلياته، وهذا ما سيؤدي فيما بعد الى محاكمه فلوبير ومحاكمه مدام بوفاري لانه لم يقصد فقط شخصين فيما بينهم، لانه هذا الشخصين هي مساحه ضيقه من ممكن انه تتجاوزيها انت كدوله ولا انت كشعب ولا خلينا نسميه حس اجتماعي عام يمكن تتجاوزيها لانه هي علاقه هذا، لا هو وسعها وقال انه هي الحياه الفرنسيه، هي المشكله اللي صارت معه. اذا الان احنا بعد اسبوع ينتظر بعد اسبوع ياتي بويه الى فلوبير في قريته كرواسه ويعطيه ملخصا لهذه القصه فيجيزها بويه، وهو كان يحترم راي بويه جدا ويقول انه داخل هذا الشاعر اللي اسمه بويه في ناقد كبير ولذلك يجيزه فيقول له اكتب. بقي فلوبير يكتب مدام بوفاري 5 سنوات من عام 1951 1851 حتى تظهر عام 1957، 5 سنوات كاملات. اللي بيأرخوا من السيرتو بيقولوا لا يعني بقي فيها هو حتى أعلن أنه هي انتهت 55 شهر، يعني 55 شهر إذا بنعدهم أنا وياكي هلا بيطلع 4 سنوات و7 أشهر، يعني قبل 5 سنوات بحوالي أشهر قليلة. كثير من الدراسات النفسية والعمق جدا في التفاصيل. صحيح. المجتمع الفرنسي رغم قلة عدد الشخصيات ضمن هذه الرواية. صحيح. يعني شوفي هو يعني
أضاف إلى شخصيات كثيرة. لا هو عنده كان بس اللي مبين عليه واقعيا، مبين فيه زوج طبيب وفي بنت يعني كانت جميلة من بنت القرية ولديها طموح، يعني فقط الشخصيتين. لكن هو الآن سنجد قصة القس أو تعدد القساوسة داخل الرواية، سنجد الكثير من الآباء، تعدد الآباء. الآن سيأتي إلى عملية نبش هذه الجماليات الموجودة في الريف من خلال هذه البنت الريفية. الآن سيتحدث عن على داخل المشفى ماذا يحدث من خلال هذا الطبيب، من خلالهما معا، وهذه الطموحات الكثيرة عند البنت اللي هي بوفاري. الآن سنشوف قديش إنه هو عم يفرغ لنا المدينة ومعلومات عن المدينة، يقدم لنا جماليات المدينة. وللأسف الشديد في نبرة كتير قاسية عنده لفلوبير في هذه الرواية وفي غير من الروايات الأخرى، هي نبرة قاسية تجاه المدينة. المدينة لم يطقها فلوبير وما حبها، لأنه عاش كل حياته بالعزلة وتمنى أنه مهما أتيح له من الوقت أن يكون هو في حالة العزلة، والعزلة هي التي تتناسب والأدب والكتابة والتفكير والقراءة إلى آخر ما هنالك. على أي حال، داخل هذه الرواية سنجد الكثير من الأشياء، هي عملية المغادرة من مكان إلى مكان، خلينا نسميه بلغة الطيور شوية، المغادرة من عش إلى عش. والإحساس عندها بوفاري أنه هي راحت حبت أكثر من واحد، وأكثر من واحد هذول اللي حبتهم كل واحد كان في طريقة، وكل واحد له صفات، وكل واحد له جمالية، وكل واحد له مهنة، وكل واحد له طموح، وكثير هم يعني غرقوا فيها وحبوها، بس بالأخير في النهاية لم يقبل أحد أن يرتبط بها. وهذا شيء شديد الأهمية، أنه هم بدهم إياها تكون عشيقة فقط. نعم. خليلة هنا أيضا ضمن هذه الرواية صراع بين هذه المرأة المحافظة كون زوجها طبيب، وبين صحيح. هذه المرأة المتفلتة اجتماعيا صحيح. صح التعبير، لكن في مكان آخر صحيح. شوفي داخل الرواية في مشهديات هائلة جدا كشافة عن نفسية المرأة، طموح المرأة، ما الذي تريده المرأة، لماذا تطالب المرأة بالانعتاق أو الخروج من دوائر الأسر أو دوائر الأسئلة الشيطانية أنا بسميها، أو الأسئلة التي تعوق حياة المرأة. في كشف عن طبيعة المرأة، وليس كشف عن أنه هي والله راغبة أنه تكون مثل ما كنا نحكي بألف ليلة وليلة، أنه رايدة هي في تعددية الرجال أو غيره. هذا أطلاقا لم يكن في هذا واردا أطلاقا في ذهن لا بوفاري. بوفاري حست كأنه الحياة هي الحياة تعاش مرة واحدة، ولذلك هي أحست في عندها يعني بدها تخرج إلى أماكن أخرى. كانت دائما تقارن بين زوجها وبين الطبيب كمان، وتقارن بين الآخرين، منهم أهل موسيقى، ومنهم أهل ثقافة، ومنهم أهل فروسية، ومنهم أهل جمال، ووالين كل هذه المغرقات كانت. المشكلة الأساسية التي أراد أن يقول لنا فلوبير فيها هي ما تقول الكتب الثقيلة المهمة، بأنه أنت لا تستطيع أن تعيش تعدديات حيوات الآخرين. يعني لا تستطيع أنت في هذا مهما كان طموحك أنه أنت تأخذ مجموعة من الناس، والله هذا حبيته لأنه رسام، وهذا حبيته لأنه سائق ماهر، وهذا حبيته لأنه سباح ماهر، ولا أنه هذا حبيته لأنه فارس عسكري مهم، أو لأنه هذا سياسي مهم. لا تستطيع أن تذهب إلى هذه المذاهب وإلا ستسقط. لكنه لم ينتقد مدام بوفاري في هذه الرواية، لكن انتقد المجتمع. نعم. انتقد ترك للقارئ المجال في أن ينتقد. يعني صحيح. كان يصفها بأنها طيبة القلب، لكن سيرورة الأحداث أبداً. هو لما كان عم يوصف لنا إياها حاطة أنه بيقول هذه الخيارات التي كانت متاحة. شوفهم أخطاء الزوج هون كيف كانت، وشوفهم أنه كيف يعني أنه منه منتبه إلها، منه مهتم فيها، منه في آخر يقول لها أنه أنا مستعد أعطيك كل شيء أجيبه من الدنيا أنا ممكن أعطيك إياه وهكذا. فهي عملية التفاوت الموجودة، وليس أنا في رأيي الرواية مثل ما كنا نتحدث عن ألف ليلة وليلة، ليست هي إدانة للمرأة إطلاقا، هي إدانة للعلاقات الاجتماعية الموجودة داخل المجتمع الفرنسي. ولذلك هنا كان غضبة المحكمة عليه بالأساس، أنه أنت عم تنتقد المجتمع، ما عم تنتقد البنت. بنت أنا بتطلع عندي متعددة وإلها هوى وإلها نزوات وإلها شهوات وإلى آخره، لكن أنت تنتقد المجتمع. فهو أراد أن يشير للفرنسيين بأنه هاي العلاقات الاجتماعية أو هذه القوانين اللي صارت أشبه بالقوانين، يعني بذلك العادات والطقوس والأعراف الموجودة لديهم، أنه انتبهوا إلى ذلك لأنها ستأخذكم إلى مكان آخر مثل ما أخذت مدام بوفاري. شو راحت هي مدام بوفاري بالأخير؟ راحت أنه هي خلاص حست أنه كل ما حولها كان يخذل بها، أو أنه يتعلم بها فنون الخذلان، ولذلك هي مضت إلى الانتحار فشربت هذا السم وعاشت. أنت شوف الصفحات الأخيرة الموجودة التي يتحدث فيها، هذه يقول الفصل الأخير فلوبير وهو يكتب سيرة مدام بوفاري كيف كتبها، يقول هذا الفصل الأخير أنا بقيت فيه أشهرا طويلة وأنا أكتبه حتى بقي هكذا، ويقول كان يمضي أحيانا يوم أو يومين وأنا لا أستطيع أن أرضى إلا عن سطر أو سطرين.
وهذا مهم كثير للكتاب اللي عم يسمعونا او الادباء الذين يسمعونا او اللي عندهم معنى هوايه في لديهم يعني عنايه بهوايه الكتابه او الابداع، نشوف قديش كان حريص على ذلك. وهذا ما سنراه ايضا عندما سيقابل ابن اخته لصديقه اللي حكينا عنه نحن اللي هو يعني رجل الاعمال اللي هو كان مرتبط معهم بهذا، كيف انه كان يقول له لبوبسان عندما ياتي اليه بوبسان ويجلسان امام موقد النار، بيقول له هذا الموقد أكل من حبري ومن أوراقي الكثير الكثير، وكنت أرميها أحيانا طواعية، وكان بعض أصدقائي هم الذين يدعونني لكي أرويها. وحكى له قصة غواية القديس أنطوان كيف أنه مزقها ورماها إلى النيران، ولذلك هو كان قاسي جدا جدا قاسيا جدا على موبسان عندما كان يأتيه ببعض الأشياء. ويقول موبسان في سيرته أيضا يقول بأنه كنت أذهب إليه وأنا في حالة جذل ومرح وأقول بأن هذه الليلة سيربت على كتفي فلوبير ولكنني أعود خيبان وطوال الطريق وأنا أتنشق ندى أنفي وطوال الطريق وأنا أمسح دموعي لأنه خذلني وأنه هذا. ولكن بالأخير يتحدث يقول جعل مني موبسان الذي تعرفونه أنتم أيها القراء. على أي حال سنذهب نحن في شيء آخر. هذه الرواية كانت في قطيعة موجودة ما بين دوكامب اللي هو ماكسيم دوكامب يعني المحرر في مجلة باريس، كانت قطيعة كبيرة بينهما. السبب أنه هذا كتب رسالة وهذا كتب رسالة، يعني دوكامب كتب رسالة إلى فلوبير يدعوه للمجيء إلى باريس، يقول له أنت لا يمكن أن تصبح كاتبا كبيرا ومهما دون أن تختلط بالناس، أن تعرف الناس، تعرف مشاعر الناس، تعال إلى هذه المدينة، تعرف إلى الناس، فوت أو يعني ادخل إلى الصالونات الأدبية، تعرف على الأدباء كيف يكتبون، خلي الإلهام الأدبي يكون مع الناس، تعايش مع الناس. هذه العزلة يا فلوبير، دوكامب يقول لفلوبير هذه العزلة يا فلوبير ستودي بك إلى الجنون أو إلى الانتحار. إذا ما بقيت أنت في هاي كرواسة القرية اللي أنت قاعد فيها عليك أن تغادرها، عليك أن تذهب إلى موضوعك ولا تنتظر الموضوع أن يأتي إليك. وكان كلام قاسي جدا يعني برسالته دوكام، يرد عليه فلوبير برسالة قاسية جدا جدا جدا، يقول له أنا الآن أحس بأنه يعني طريقنا ما عادت واحدة وأننا لم نعد في مركب واحد، سأترك لك أنا المكان الآمن وسأذهب أنا إلى الجحيم أو إلى باطن البحر بطريقة أو بأخرى. كل هذا الأمر وبعد أن كتب فلوبير مدام بوفاري كان يتسقط دوكام الصديق اللي هو موجود في الصحيفة مجلة باريس، كان يتسقط أخبار فلوبير من الشاعر ومدرس اللاتينية والفرنسية بويه، يقول له ماذا حدث؟ يقول له لقد كتب رواية مهمة، هو يقرأ علي ما يكتبه طوال الأسبوع في يومي السبت والأحد، وهذه رواية ستكون مهمة. فيعود دوكام ويعني يتواصل مع فلوبير وبيقول له أنا رجاء إذا أنت خلصت لهذه الرواية وأنا عارف أنه أنت خلصتها أعطينيها لأنشرها أنا في هذه المجلة مجلة باريس، ويبدأ ينشر له إياها في مجلة باريس. الآن سيقبل الناس جمهور القراءة سيقبلون على هذه الرواية كما لم يقبلوا على رواية سابقة، ربما حدث ذلك مع بلزاك وحدث ذلك شوي مع فيكتور هيغو، ولكن لم يحدث مثل هذا الأمر من قبل على الأقل مع فلوبير. فأحب الناس جميعا هذه الرواية وشغفوا بها وكانوا ينتظرون بالدور من أجل أن يأخذوا هذه المجلة حين صدورها وطبعت كاملة هناك. المشكلة الغير عادية هي أن النقاد الذين كانوا يتابعون فصولها في مجلة باريس صبوا جام غضبهم على فلوبير ونعتوه بأنه هو يعني حالة تخلى وأنه يصور المجتمع الباريسي أو المجتمع الفرنسي بأنه مجتمع ليالي حمراء وشهوات ونزوات، ويصور البنات الفرنسيات على أنهن يعني ينتقل من مكان إلى مكان أو من رجل إلى رجل أو من بستان إلى بستان. معروفة في المحكمة يقول أريكم الرذيلة كي تعرفوا الفضيلة طبعا مشان تحافظ على المجتمع. الآن هو يأخذ للأسف يعني يأخذوها للرواية ويمنعوا من صدورها للرواية ويأخذوه إلى المحاكمة يحاكموه طوال يعني أيام معينة، وبعدين يدخل واحد اللي هو أهدى له الرواية الآن اللي دافع عن الرواية هو يهدي له هذه الرواية عندما طبعها سينار واحد من المحامين يعني دافع عنه بشكل أساسي. وبالبداية للأسف أدانوهم للرواية وبعدين رجعوا يعني لا برؤوه أنه قالوا لا هذا ما بالعكس ما فيها هي أي شيء خادش للحياة وهذه رواية مهمة وهي يعني برأوا هذا. ولذلك يعني الشهرة التي عمت هذه الرواية هي عمت فرنسا كلها وعمت الآداب الأخرى أو خلينا نسميه اللغات الأخرى، لأنها بدأت هذه اللغات تأخذ هذه الرواية وتترجمها على الرغم من أنها هي رواية يعني طويلة وصعبة وفيها يعني دقة في الكتابة. على أي حال هذه معاناة 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 أديب كان عاش مع الجسد حالة صراع وحالة تعب جسدي، و
وتعب أيضا مع روحه مع علاقاته في الحب، وهذه الرواية أيضا تعبت حتى ظهرت إلى الناس وحوكمت للأسف الشديد، ولكن المكسب مع القارئ اليوم مع الأجيال الطالعة بأنهم يقرؤون هذا الأدب بوصفه أدبا رفيعا وعالميا، يعني واحدة من أيقونات الأدب هي مدام بوفاري. شكرا جزيلا لك دكتور على هذه الإضاءة على هذه الأداب العالمية أيضا وبهذا الأسلوب الشائق والممتع جدا والجذاب والراقي. شكرا جزيلا لك الدكتور الروائي حسن حميد، والشكر موصول لكم، نعدكم بمزيد من الجرعات الثقافية، انتظرونا في حلقات قادمة، إلى اللقاء.